أواخر السبعينات 30 مليون دولار من الميزانية المخصصة لتسيير القنصليات الجزائرية عبر العالم، حولها إلى حسابه الخاص في بنك بمدينة جنيف. أدان القانون الجزائري هذه الجريمة التي اعتبرها تلاعبا بالمال العام وخيانات في التسيير، وكتب هذا التقرير في الجريدة الرسمية. عبد العزيز بوتفليقة لم يمضي دقيقة واحدة في السجن، بل أصبح رئيسا للدولة. حول سيدي السعيد رئيس النقابة الوطنية للعمال ما يقارب 6000 مليار سنتيم من صندوق التضامن إلى بنك الخليفة بفائدة 11% في السنة. انفجرت العلبة السحرية لخليفة بنك، ولم يقضي سيدي السعيد دقيقة واحدة في السجن، بل لا زال يغدق بالأسفار والفنادق الفخمة في سويسرا لأرباب الأعمال الذين يسافرون معه في الدرجة الأولى بدراهم الشعب. تحصل أبو جرة سلطان على عدة امتيازات من خليفة بنك، من بينها بطاقة جولد للسحب الفوري لأكثر من 30 ألف أورو في اليوم. كما عين ابنه الذي لم ينهي دراسته الثانوية مسؤولا في مصرف بنكي لخليفة بنك. سألت القاضية أبو جرة سلطان عن كل هذا خلال محاكمة قضية مجمع خليفة، فأجابها: سيدتي القاضية، كل الشعب الجزائري عمل عند خليفة. لم يقضي سلطان دقيقة واحدة في السجن، بل صرح مؤخرا بأنه لن يستوزر بعد اليوم لأن الرئاسة تهمه. حول شكيب خليل مجمع سوناطراك إلى بنك عائلي، ثم فر إلى العم صام بعد أن أفشت الجرائد المخابراتية عن الفضائح التي فجرت سوناطراك. لم يقضي هذا الرجل دقيقة واحدة في السجن، بل لا زال يسافر بجواز دبلوماسي يعطيه الحصانة حيثما حل. وجدت تحريات الأمن الاقتصادي في بنك بباريس 200 مليون أورو سرقت من ميزانية الطريق السيار شرق غرب. لم يسجن إلا مسؤولون صغار لا علم لهم في قضية الاختلاس. أما وزير الأشغال العمومية فهذا الأخير لم يقضي دقيقة واحدة في السجن. نزار الذي كان عسكريا في الجيش الفرنسي أصبح جنرالا بعد أن أدخل هو وعصابته البلاد في دوامة العنف. هو الذي قال قولته الشهيرة: لقد أطلقنا الرصاص الحي على الشباب في أكتوبر 1988 لأننا لم نكن نملك الرصاص المطاطي. هذا الاعتراف بالجريمة لم يدخله إلى السجن دقيقة واحدة، بل لا زال يسافر إلى سويسرا بجواز سفر دبلوماسي لما قدمه للبلاد من خير وعطاء. صرح مؤخرا للقاضية السويسرية أنه في عطلة ليكف عن التدخين مع ممسكو تغافر. القائمة أطول من أن نسردها في هذا المقام، لكن اسمحوا لي أن أذكركم بأن الآلاف من الجزائريين قضوا أكثر من 10 سنوات في السجن وفي غيابات الصحاري المملوءة بالأشعة النووية القاتلة بتهمة انتمائهم لحزب فاز بانتخابات قال عنها النظام نفسه أنها جرت في ظروف جيدة. الآلاف من الإطارات الجزائرية فروا بأجسادهم خشية التصفية من طرف العصابة الحاكمة. أطباء وجراحون، مهندسون وباحثون في شتى المجالات ممنوعون من العودة إلى الجزائر بحجة أنهم ينشطون في جمعيات دولية تدافع عن حقوق الإنسان وتندد بالسياسة القمعية للنظام الحاكم في الجزائر. وذهب الأمر إلى التحالف مع المستعمر الفرنسي لاعتقال رواد التغيير والنشطاء الحقوقيين. كان آخر هذه الاعتقالات قد مس الدكتور مراد أدهينا. لماذا؟
لماذا لا يخرج الشعب للمطالبة برحيل هذا النظام؟ لماذا لا يطالب بمحاسبة الوزراء الذين اختلسوا أموال البلاد؟ لماذا لا يخرج الشعب إلا للمطالبة بالسكن والرغيف؟ للحديث عن الجبهة الشعبية، عن وفاة الراحل عبد الحميد مهري، وعن اعتقال الدكتور مراد دهينة، أستضيف الدكتور عروة أحد القياديين في حركة رشاد، وأنتظر مكالماتكم لإثراء هذا النقاش. فابقوا معنا بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا على قناة رشاد من باقة العصر. أتشرف باستضافة الدكتور عباس عروة أحد القياديين في حركة رشاد، لنتناول معه النقاش حول قضايا الساعة في الجبهة الاجتماعية في الجزائر، عن وفاة المرحوم عبد الحميد مهري، وعن قضية اعتقال الدكتور مراد دهينة أحد القياديين في حركة رشاد. دكتور عباس عروة، أهلا وسهلا بك على قناتنا. تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. بارك الله فيك. السؤال الأول، تشهد الجزائر كل سنة آلاف من الاحتجاجات، الجبهة الشعبية الجزائرية عندها صخب يومي يكاد يكون شبه يومي، كل القطاعات كل الأسلاك العمومية تشهد إضرابات يومية تجاه ما يعيشونه يوميا. كيف تفسر حركة رشاد هذه القضية؟ والله تفسيرها سهل، هو أنه المواطنين لما يعيشوا في جو وين يحسوا بالظلم ويحسوا بأن حقوقهم مهضومة وبأن مطالبهم الأساسية ليست محترمة من طرف النظام أو الإدارة، ويجد أن الطرق التي توصلهم إلى تحقيق المطالب الأساسية مغلوقة، القضاء مثلا أو يعني الطرق الطبيعية التي يسلكها المواطن في أي دولة يعني محترمة، يكون آخر طريق هو اللجوء إلى الشارع، اللجوء يعني إلى استعمال أدوات مثل الإضراب أو مثل الاعتصام. وفي الواقع هذه أدوات تعتبر حقوق للمواطن، الخروج إلى الشارع للتظاهر يعني هذا حق تضمنه كل ما يعني المواثيق الدساتير والمواثيق الدولية. وفي بلد يعني إسلامي مثل الجزائر حتى هناك يعني في الثقافة الإسلامية مفروض أنه المواطن يشعر بأن هذا حق من حقه، حتى يعني أو قد يكون واجب كذلك، عكس ما يروج له بعض ما يسمى ما من يطلقون على أنفسهم بمشايخ وعلماء وهم يفتون فتاوى قد تكون يعني تخدم في غالب الأحيان الأنظمة المستبدة. يعني فقط هناك حادثة يعرفها الجميع، أنه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هناك واحد جاي يشكي من جاره أنه يتعب متعب يعني جار، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني بعد ما قال له اصبر عليه وكذا، لما نفذ الصبر يعني قال له خرج ممتلكاتك يعني أثاثك، خرجوا إلى الشارع.
وقعد فلما خرج هذا الأفاف تاعو للشارع، ولاو الناس لما يجيو ويسألوه يقولوا له وش بيك يا فلان، كيف آخر مخرج الأغراض تاعك وتاركهم من، يقول لهم والله جاري مزعجني. فاللي يمر يصبح يشوف في جاره ويشير له فحتى هذا أرغم جاره أنه هو جاء ولا يطلب سماح، وقال له يا أخي والله يغير اسمح من لي سلوكه. وخليه ويغير من سلوكي ودخل نعم فقط ما تبهدلنيش يعني. فالتظاهر في الشارع والخروج إلى الساحة العمومية يجب أن يعتبروا المواطن كدور تاع شهادة، دور تاع شهادة، أنه الإنسان لما يشوف مظاهر الظلم، مظاهر هدر الحقوق، لازم يقوم بهذا الدور، أنه يخرج ويقول هناك ظلم، هناك انعدام العدل، هناك حجرة إلى آخره. إذن هذا مبدئيا، يعني مبدئيا احنا نعترف بحق كل المواطنين أنهم يعبروا على مواقفهم السياسية والمدنية ويطالبوا بحقوقهم بالخروج يعني والاعتصام والتظاهر، لكن هناك ضوابط بطبيعة الحال، وهذا ما أود يعني أن أقدمه كنصيحة لإخواني وأبنائي اللي يخرجوا، يعني إن سمحوا لي بذلك يعني من بعيد، أنا هنقدمها وأنا من بعيد، هو يعني الالتزام بالضوابط يعني تاع عدم الخوض في كل عمل يمس بحياة ممتلكات الآخر. وبممتلكات الغير وحتى الممتلكات العامة التي هي ملك للشعب وليست لنظام أو لوزير أو رئيس، أو يعني هذه ممتلكات الشعب، هذه المواطن لازم يحافظ عليها. إذن طرق التظاهر لازم تكون تحترم هذا المبدأ الأساسي، وحتى تعرف يعني يجب أن المواطنين لما يتظاهروا يشوفوا حتى إلى رجال الأمن على أنهم إخوانهم قبل كل شيء، على أنهم مواطنين مثلهم. بهذا المناسبة كذلك أتوجه لقوات الأمن، لما تجد نفسها في مثل هذه الحالات يعني أمام متظاهرين، يجب أن يضعوا في ذهنهم أنهم أبناء يعني شعب واحد. نعم مقابلين لإخوة لهم وأبناء نعم ومواطنين، يعني حتى يكون التعامل على هذا الأساس. شكرا. سنعود إلى دراسة هذه الظاهرة دكتور عباس أرور، نأخذ مكالمة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. من معي؟ شكون؟ مبارك عبد الحميد من الصيف من الجزائر. أهلا بك أخي. وصلت النباتة. أخي طلع شوية في الصوت، إنه يصلنا بصورة رديئة من فضلك. أخرك النباتة الحمد الحمد لله. لله، بارك الله فيك. يعطيكم الصحة على القناة هذه ونشكركم بزاف، وأطلب من الله العلي القدير أن يعجل برحيل هذا النظام الشاذ، هذا المجرمين القتالين هذا. أمين. وأطلب من الله إصلاح صلاح أخينا مراد هنا. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك، شكرا على المكالمة أخي عبد الحميد. دكتور أروى، كل تظاهر كما قلت يخوله الدستور وهو حق مضمون للمواطن، لكن هنالك ظاهرة جديدة في الجزائر خاصة وفي العالم العربي منذ ظهور ما يسمى بالربيع العربي والثورات العربية. أصبح الشاب يحرق نفسه. ألا ترون بأنه من الأفضل أن يخرج هؤلاء الشباب ليحرقوا هذا الغضب وهذا الخوف من النظام، ويطلبون بأشياء أخرى؟ لأن الشعب الجزائري ما نراه يوميا يطلب السكن ويطلب الأكل ويطلب الرغيف ويطلب العمل. ما هو السبيل لتغيير الذهنيات حتى في قضية الإضراب والاحتجاجات؟ نعم، فقط حتى أكمل الفكرة تفضل. اللي كنت نتكلم عليها، يعني أمر هام أنه الحفاظ بكل عنصرية. الحفاظ على مبادئ التظاهر شيء مهم، لأنه لو التظاهر يتجاوز الحد المطلوب ويصبح تكسار ويعني فوضى كذا، راح تكون ذريعة للنظام يقول نعم شوفوا هابو خرجوا يكسروا هابو، و
يعني انا اطالب الاخوه الذين اي اخوه في اي يعني في اي مدينه او اي مكان يخرجوا للتظاهر انهم يكونوا حذرين من دساس ناس مشبوهين ممكن يكون من ورائهم بعض المصالح من يعني من النظام. يعني احنا في الجزائر ممكن يدسوا جماعات تاع باندية يدخلوا في يعني كما هناك البلطجية في مصر نعم والشليحة في أو الشبيحة في سوريا، نعم احنا يدخلوا جماعة تاع باندية كاينين باندية يدخلوهم يشتغلوا التقسيم معاهم وكذا. والاستيلاء على أموال فهذه الغير. لازم الإخوة يكونوا حذرين جدا. نعم فيما يخص هذا الحرق النفس، أنا أظن يعني لازم يكون خطاب واضح للإخوة، خاصة الشباب الذي وصل به الحد إلى الحرقة بمفهومها يعني الدقيق، يعني الحرقة بالنار. يعني احنا نقول لهم الجزائر تحتاجكم يعني أحياء، احنا لا نريدكم أن تحرقوا لا نفسكم ولا غيركم، نحتاجكم تكونوا مواطنين فاعلين بطرق تمكنكم أنكم تحافظوا على حياتكم، تحافظوا على حياة الغير، وتدفعوا بالحراك السياسي إلى الأمام. وهذا الوطن يحتاج لكم. يعني مع احترامي ويعني للإخوة، ولازم تكون له وقفة، يعني أننا نترحم على أرواح الإخوة والمواطنين اللي حرقوا نفسهم ونترحم عليهم يعني. لكن احنا نقول للشباب احنا نريد أن تتوقف هذه نعم الموجة، لأن الجزائريين يجب أن يتعلموا أنهم يقاوموا يصبرون بكل ما على أوتوا ويصبروا على الأذى، وبهذا الطريق على رحيل. شكرا دكتور عروة. نأخذ مكالمة أخرى. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معايا أخويا؟ الشافعي من الجزائر. أهلا بك. أهلا وسهلا. أولا وقبل كل شيء نطلب من الله سبحانه عز وجل أن يفك أسر أخانا مراد هنا آمين. إن شاء الله. بارك الله فيك. شو راح نقول له؟ سامحني نحكي بالدارجة بك تفضل شوية. خويا تفضل. أرى الشعب رانا في كبتي على النبي الله ربي. بارك الله فيكم في المنبر هذا اللي الواحد يتنفس شويه من هالكبت هالظلم وهالجور اللي راهو صاري. راي كارثه كبيره في هالمسؤولين الكبار هذه اللي يخرجوا لسن تقاعد وما زالوا شاب في الحكم. الفو دوني لا شونس او جون نورمالمون. بركات بركات راهم زبلوا بما فيه الكفايه. فيها بركه. دوله مصرافيها الشباب يعود يحرك في روحه هكذا. احصائيات 2011 شفناها في قناتكم الموقره 36 واحد او اكثر اللي يوصل اللي يكب البنزين على روحه ويشعل روحه وش بقى؟ ما بقاش. بركات بركات. بارك الله فيك خويا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. المشاركه. تفضل. اصبحت هذه الظاهره شبه طبيعيه وكأن النظام أصبح يتعامل معها وكأنها ظاهرة يومية طبيعية تمس الشباب الجزائري مثل الحرقة طبيعية. لم يأخذ قرار سليم تجاه هذا الوضع. دائما قضية البريكولاج، كيف تنظر حركة رشاد إلى قضية الشباب في الجزائر؟ شوف، قضية الحرقة هذه، شوف، قضية هي أولا قديمة في الجزائر. نعم. يعني منذ حتى في التسعينات كانوا الناس حرقوا، يعني أنا أذكر في ذاك الوقت كان الناس انتحروا بهذه الطريقة. ممكن في بعد حادثة البوعزيزي ظن بعض الشباب أنهم بهذه الطريقة راح يلفتوا سوف نظر تؤتي بثمارها يعني وتكون بأكثر شهرة. شرارة. نعم. لكن الشيء اللي ينساه ويتغاضوا عليه الإخوة، ولهذا أنا أنبه إليه جيدا، أنه أي شيء لما يحدث بطريقة مفاجئة في مكان معين يحدث صدمة، لكن لما يتكرر بطريقة يعني معتاد. يتكرر يصبح شيء معتاد. أنا أذكر في بعد الانقلاب العسكري في يناير 92 لما مات أول جزائري، قتل أول جزائري تكلمت عليه وسائل الإعلام، كانت صدمة للجميع. أنا أول واحد يعني احنا ما كناش متعودين انه نسمع انه جزائري يقتلوه.
بعدين بدأ القتل يمشي يعني كل يوم يأتي بعدد من القتلى، إلى أن وصلنا إلى مجازر مروعة، يعني ماتوا فيها المئات في ليلة واحدة. لما يتعود الإنسان على شيء خلاص يفقد، يصبح لا يؤثر فيه بهذه الطريقة التي يمكن أن نعم تحدث صدمة قد ينتج عنها شيء يعني إيجابي. يعني البوعزيزي فعلا في المجتمع التونسي كانت صدمة أدت إلى، فيجب أن يفقه أو يعلم الإخوة أنه انطلاق الحراك السياسي، انطلاق كل دولة عندها ربي داير لها المسببات اللي راح ينطلق بها التغيير. نعم لا فالإخوة في الجزائر يعني اللي يريدوا التغيير ويقول لك أنا نحرق روحي، ممكن راح أنا أنصحهم بأنهم يتراجعوا على هذا، لأنه في رأيي الله أعلم في لدى السلطات أو لدى النظام الجزائري وحتى لدى المجتمع الجزائري أصبح شيء تقريبا قد يكون معتاد، وهذا شيء مؤسف في الحقيقة، مؤسف أنه نتعود على القتل وعلى الحرق وعلى نعم في ظاهرة هي الأولى من نوعها في العالم، النظام الجزائري أعطى رخصا وكأنه يعطي صكوك الغفران، أعطى رخصا لأحزاب جديدة لا يعرفها الشعب الجزائري 3 شهور أو 4 شهور قبل الانتخابات. ما هي قراءة أمانة رشاد لهذا الأمر؟ والله أمانة رشاد شو نقول لك، هذا الشعب كله متعود عليه كذلك، هذه ممارسات اعتاد عليها الشعب. يعني أنا أذكركم أنه منذ يعني في انتخابات قديمة يعني نسبيا يعني في التسعينات لم يرخصوا لأحزاب، لكن ولدوا حزبا بشلاغمو كما قالوا في الجزائر، يعني داروه كذلك، طبخوه طبخه. هل لكن الآن سؤالي دكتور أروى، هل نعم هذه التصريحات والترخيصات من شأنها أن تؤدي إلى سد الطريق أمام شخصيات تاريخية لها أحزاب موجودة على أرض الواقع، أم أنهم يريدون أن يكون هنالك مشاركة كبيرة بوجود عدد كبير من الأحزاب؟ شوف، هو لو كانت فيه نية صادقة من أجل فتح المجال يعني للعمل السياسي كانوا يديروا قوانين تسمح للجميع بالعمل السياسي، لكن أن يرخصوا لأحزاب ويمنعوا شريحة أخرى من مزاولة العمل السياسي فهذا تناقض في حد ذاته. أنا أظن نعم أنه الآن الواقع الإقليمي فرض على النظام الجزائري أنه يغير من التحكم في الانتخابات، فالآن عوض التزوير يعني اللي متعود عليه، ف يعني في احتمال كبير انتهجت القدرة. أنه يفتح المجال بطريقة محدودة ويترك بعض الأحزاب التنظيمات أنها تشارك، ويراهن على أحزاب هي أصلا معه في تحالفات معه مع النظام، ويقولوا إنها متجذرة في ويقول المجتمع أنها لها لأنها عندها لون بين قوسين إسلامي مستقلة. يقول لك أنها متجذرة لدى الأوساط الشعبية، وبذلك هو يوهم الخارج وحتى الشعب يوهم بأنه في تناغم مع ما يجري في المحيط الإقليمي، وفي نفس الوقت يبقي على التحكم بتاعه على الحياة السياسية. سيد مقري وحتى أبو جرى سلطاني والكثير ممن هم محسوبون على الإسلاميين في الجزائر يراهنون على فوز الإسلاميين في التشريعات القادمة، ماذا يظن الدكتور عروة في تكهناته في أو لا تهم إطلاقا حركة رشاد الانتخابات؟ والله احنا اذا كانت انتخابات لا تجري في جو من الحريه التامه يعني والشفافيه، فاحنا بالنسبه لنا هذه الانتخابات ليس لها اي معنى مهما كانت نتيجتها، يعني تجيب حزاب مهما كان اللون السياسي للحزب اللي راح يفوز، اذا كانت انتخابات مفبركه يعني تحت تحكم النظام
قصدي يعني تحت تحكم بعض المصالح تاع المخابرات، يعني لا شيء يعني سيتغير في واقع الجزائريين. إذا كونهم راح يجوا إسلاميين أو ديمقراطيين أو وطنيين، هذا ما كلها يعني فقط شعارات ما عندهاش معنى. أساس أي عمل سياسي هو أنه تكون هناك شروط، شروط هذا أساسية، استقلالية المؤسسات. نعم، وخاصة أنه تكون هناك، يكون الإطار اللي يقوم به تجرى فيه المواطنين الانتخابات. بالعمل السياسي يكون إطار نظيف، وهذا الأمر هذا ليس متوفر الآن. شكرا دكتور. نأخذ مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله. شكون معي خويا؟ الصديق من سويسرا. أهلا بك خويا صديق. تحياتي لك الأستاذ مهدي وللدكتور عروة. حياك الله. تحية إلى كل الشرفاء والأحرار في العالم. بادئ في بدء أترحم على الأستاذ والمجاهد الحر عبد الحميد مهري، أب كل الجزائريين. أنا أقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أسكنه فسيح جنانك وارزق أهله الصبر والسلوان. أولا فيما يخص قضية الدكتور مراد دينا، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن النظام الجزائري يقدم العمالة للغرب. وكيف بالدكتور مراد هنا أن يكون جماعة إسلامية مسلحة بالخارج، وكل أوروبا والشرطة تاعها والمخابرات تاعها ما يكونش عندهم علم بهذا الشيء، وخاصة سويسرا. سبحان الله، هذا يبقى يعني سؤال مطروح. نجد كذلك أن الجناح في فرنسا يقف مع أولاده في الجزائر. إلى متى هذا القانون؟ أين حقوق الإنسان؟ أين منظمة حقوق الإنسان؟ لماذا الجزائر لم تتكلم على الدكتور مراد هنا؟ لماذا الجزائر أقامت الدنيا على نظار؟ إن مراد هنا، الدكتور مراد هنا ناضل وما زال يناضل ويعمل بالطريقة السلمية وبدون عنف. لماذا النظام في الجزائر ما يوريش وجهه الصحيح يا أخي العزيز؟ إن قضية مراد هنا قضيتنا جميعا، وقضية الأحرار والشرفاء في العالم. أين هذه الأحزاب التي تدعي أنها تعارض وتريد التغيير في الجزائر؟ لماذا لا تتكلم على الدكتور مراد هنا؟ وأنتم تعلمون أنه بريء ومظلوم. نقول، نطالب بإطلاق سراح الدكتور مراد هنا فورا. والله لن نسكت. شكرا شكرا اخي صديق، بارك الله فيك على المشاركه. حياكم الله. سوف بارك الله فيك. سوف ناتي الى قضيه الدكتور دينا بعد قليل. ننهي فقط قضيه الجبهه الاجتماعيه في الجزائر والحراك السياسي هناك. كيف تقرؤون دكتور عروه التغيرات على راس المخابرات في الجزائر، ومجيء طرطاق ليجلس في سدة عريضة ومهمة في مؤسسة المخابرات الجزائرية؟ والله شوف، احنا بغض النظر عن الأشخاص، يعني احنا نظرتنا إلى المؤسسة العسكرية أو إلى جهاز المخابرات أو إلى الرئاسة أو إلى كل يعني المؤسسات الدولة، المفروض أنها تكون مؤسسات جمهورية تخدم مصالح الشعب الجزائري، ننظر إليها ونراقبها يعني من حيث الممارسات بتاعها وليس من حيث الأشخاص. احنا ما عندنا أي يعني. هل تظنون بأن هذا الاختيار دكتور عروة سوف يغير من السياسة المنتهجة؟ هاني جايك. نعم هاني جايك. احنا يكون فلان او علان على راس المخابرات، ولا هذا مش المشكله، المشكله هو ممارسات هذا الجهاز. هناك فعلا بعض المراقبين وبعض الصحفيين تكلموا على التغيير هذا، هو على انه تغيير سياسي، تغيير سياسي في التوجه السياسي للمخابرات. يقولوا انه قبل هذا كان السيد هذا خرفي اللي كان قبله في مكان ترتاج، كان هو ومجموعته كانوا يميلون إلى يعني نوع من المصالحة، ولهم يعني توجه سياسي في التعامل مع القضية ومع النزاع. يقولوا أنه هناك الآن تغير، وجات جاء فريق أكثر يعني تطرفا وإقصاء و استئصالا من
الجماعه تاع خلف يعني اللي قبل، احنا سنكون على يعني حذرين يعني، ونراقب كل ما سيصدر عن، اذا كان فيه نية صادقة من أجل تغيير سياسي حقيقي، تغيير يعود بالجزائر إلى بر الأمان، يعود بالجزائر إلى مسار طبيعي، مسار تنمية، فإحنا سنرحب بذلك، وسنعين أي واحد يبدأ هذا المسار، إن كان سي بوتفليقة وإلا إذا كان سي طرطاق ولا غيرهم، إذا كان شفنا منهم بوادر حقيقية أنهم راحين يقوموا بمبادرة في صالح البلد، في صالح الجزائر، إحنا ندعمهم. إذا كان شفنا أنهم مستمرين في التعنت تاعهم وفي سياسة الهروب للأمام وسياسة القمع وسياسة الانسداد يعني السياسي، احنا راح نبقى معارضين ومقاومين لهذه السياسة بغض النظر عن الأشخاص التي تدير هذه السياسة. هذا هو أظن الموقف الذي يجب أن ننطلق منه. شكرا دكتور. نأخذ مكالمتين أو ثلاث ثم نعود إلى دكتور. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، هل تسمعني؟ الإخوة التقنيون لا صوت يصلنا. أعود إليك دكتور عروة، أود أن يكون طرطاق أو أحد الإطارات في المخابرات يسمعنا للاتصال بنا ليدلي برأيه أمام دكتور عروة من حركة رشيد. أود التعقيب فقط على هذه النقطة حتى لا يفهمني يعني الإخوة المشاهدين غلط. نعم. يعني أنا أطالب بسياسة إصلاح حقيقية ومصالحة حقيقية، لأنه لا خروج من المأزق اللي فيه الجزائر إلا إذا كان هناك إصلاحات سياسية جوهرية ومصالحة حقيقية، ومن شروط المصالحة هو الاعتراف والإدلاء بالحقيقة عما وقع في 20 سنة الماضية. إذا كان جماعة في 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 جهاز المخابرات أو يعني جماعات أو أشخاص في جهاز المخابرات قاموا بجرائم، أو فأقل شيء هو عليهم أنهم يعترفوا ويعتذروا من الشعب. شكرا دكتور. اخذ وصلت. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم، شكون معايا خويا؟ الو، انا نسمعك، شكون خويا؟ زكريا من المانيا. اخي، اهلا بك خويا زكريا. اخي، انا النقطه الاخيره اللي تكلم عليها الاستاذ هي نقطه اعتراف المذنبين، نعم، صح القول في هذه العشريه الاخيره في حق الشعب الجزائري. نعم أخي، كيف تريد منهم أن يعترفوا؟ حتى تعترف فرنسا في المقام الأول بجرائمها في الاستعمار في الجزائر، يعترف أبناء فرنسا كما يحلو لي أنا شخصيا أن أسميهم، أبناء فرنسا يعترفون فيما بعد بما فعلوا بأبناء الجزائر، لأن العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر هي ما هي إلا استمرار لمرحلة استعمارية ولكن بطريقة أخرى، راح فيها ضحايا والكل يعرف، لا داعي للاسترسال في الحديث وحكايه القصه كلها، الكل يعرفون ان الجزائر وما حدث في الجزائر والضحايا التي دفعها الشعب الجزائري من سنه 1991 الى سنه 1999 لم يكن الا سيناريو محبوك، فرنسا كانت هي الدماغ المخطط له. اذا سيدي، شكرا، بارك الله فيك، شكرا على المشاركه. دكتور، لا تزر وازرة وزر أخرى، لماذا نفرض على النشأ الجزائري هذا الشباب باش نرجعوا ليدرس التاريخ الجزائري الأليم الدموي، لا ندخلهم في هذه الدوامة ونطلب من هؤلاء الناس الذين
ممكن غدا سوف يرحلون، لماذا نطلب السماح من هؤلاء الناس؟ وحركة رشيد تطالب بالتغيير الجذري لطبيعة النظام. لطبيعة النظام، لما تكون نعم. طبيعة النظام أنه لو افتراضا لو الجماعة اللي هم الآن في النظام يقروا بمحض إرادتهم أنهم يديروا تغييرات جوهرية وجذرية في النظام، احنا ندعمها. إذا احنا ليس لنا مشكل مع أشخاص أو جماعات، لنا مشكل مع سياسات وممارسات. العودة إلى الماضي ليس فقط من أجل يعني نبش يعني الجراح يعني الآلام وإعادة، لا، هذه عندها دور هام في بيداغوجي هام يضمن عدم تكرار ما حصل. نعم فلا يمكن، أولا هذا شيء، ثانيا لا يمكن أن تبني مصالحة حقيقية بدون يعني ركائز المصالحة، والركائز المصالحة هي الحقيقة. أولا الحقيقة لا يمكن يعني يتصور أنه يعني يشوف واحد ظلم وعذب وشرد ويعني فصل من منصبه وكذا، واتهم بأنه هو الإرهابي وهو القتال وهو الذباح، كيف تحبه يتصالح حتى نعم ولا يبدأ حياة جديدة للبناء وللتنمية بدون ما يعاد له الاعتبار ويعرف الشعب بأن حقيقة ما جرى. إذا أنا لما نقول أن الناس لازم يعترفوا يعني أو يفتحوا الباب لمعرفة الحقيقة عن ما جرى، هذا ليس أمر نظري، هذا تجارب في العالم، تجارب أظهرت أنه ممكن. يعني نعم لو تشوف جنوب أفريقيا مثلا، كان هناك شجاعة سياسية لبعض الرجال، صح، رجال الدولة الذين يفكرون في مصلحة بلدانهم، مثل تاخذ مثلا بوتا ولا، يعني قام اتفق مع مانديلا، اتفقوا على أن الناس اللي ضلعوا في جرائم جاءوا واعترفوا أمام ضحايا تحت، بعدين ما مدوهم من السجن، ما قتلوهم، فقط الاعتراف، لأنه هذاك أمر مهم بالنسبة نعم للضحايا. فهذا الأمر يعني هذه الأمور هذه فيه سوابق تاريخية موجودة يعني حولنا، يجب أن شكرا دكتور، نأخذ مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم خويا، شكون معايا؟ السلام ورحمة الله، أهلا بك. لاباس بخير، أعطينا اسمك والله خويا. الحمد لله. معك حسين من الجزائر، من أهلا بلدية بك اللبنية. أهلا بك، الحمد لله، وشاكم لاباس. بارك الله فيك. تفضل أخي. اخويا هنا كيما هنا عندنا قضيه بلديه تاعنا، كيما نقولوا رئيس بلديه متبع قضائيا في تهمه زوير واستعمال مزور، وحكموا عليه العداله ومازال يمارس المهام تاعو، وحتجنا وبعثنا رئيس رسائل عده. بالعقل من فضلك اعطينا الاسم تاع البلديه. ها؟ اسم البلديه. بلديه المدنيه. سفيان اطفئ التلفزه من فضلك، والله ابتعد عن التلفزه. تفضل خويا سفيان. الله يسلمك. قلت لك رئيس بلدية تاعنا ومتبع قضائيا ومتهمة زوير استعمال مزور في العهدة اللي سبقت، وحكموا عليه وكثر شرع، والقانون ما يسمح الإنسان إذا كان متبع قضائيا يحبس المهام تاعو، ومازال يمارس المهنة تاعو، ولا كان رسمنا الولايه لا دايره عده احتجاجات، ومع ذلك مازال يمارس المهام تاعو، ولا حياه اللي ما تنادي كما يقول لك. اعطينا الاسم تاع البلديه خويا سفيان. بلديه المدنيه. مدنيه. بلديه المدنيه، نعم. بارك الله فيك. وهكذاك يعني شو كاين سلسله تاع المافيا، راك تسمع فيا؟ نعم. كاين سلسلة كما يقولوا، سلسلة تاع لا مافيا، هذا رابط هذا رابط هذا، العدالة الولاية لا دايرة، فهم كيفاش؟ بلدية واحد اخرين غير حاجة صغيرة يحبسوهم، وإنما هذايا عنده خيوط كما يقولوا، وقال لهم دزوا معاه، دزوا، قال لنا دزوا، ما ديروا لي والو، شغل طز، اللي دارها القذافي هذه، فهم كيفاش؟ نعم. ما ديروا والو.
فهمتني خويا؟ نعم خويا سفيان. احنا رانا نقولوا للسي الوالي باللي كاين هنالك مسؤول في بلديه المدنيه متابع قضائيا، وليس له الحق في ان يكون في منصبه في الوقت الحالي، والمواطنون من بينهم المواطن سفيان او يتكلم عن القضيه، من فضلكم ان تاخذوها بعين الاعتبار. شكرا اخويا سفيان. دكتور رواه، وكان الجزائر اصبحت عصابه مافيات، لا يوجد هنالك قانون، الناس تحكم كما تحب وتتجرأ على قول كلام لا يليق بمسؤول في بلدية. كيفاش يقول لهم دزوا معاهم؟ لماذا أصبحت الجزائر فيها مسؤولين ب شيء طبيعي، انعدام المحاسبة وانعدام دور المواطن في يعني في إنكار المنكر وإحقاق يعني ما هو تعرف عليه في 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 مثل هذا الجو، تعم الفوضى و تسقط يعني تهوي يعني الأخلاق الناس وممارساتها يعني إلى الحضيض، شيء طبيعي. أنا متفائل أنه لو تتغير طبيعة النظام، ففي ظرف قصير سيعود المجتمع إلى حالته الطبيعية. نعم، هنالك عشرات من المكالمات تأتينا يوميا إلى قناة رشيد، هنالك ملفات فساد وملفات سوء تسيير حتى في القطاعات التي تسير من طرف من هم محسوبون على الإسلاميين. هنالك مش مشكلة الآن، مش قضية إسلامية أو غير إسلامية، يعني هذه كلها شعارات الآن يعني تستعمل. القضية الآن من هو مع الاستبداد والفساد، ومن هو يقاوم الاستبداد والفساد؟ يعني هذه التصنيفات وهذه الفوارق الأيديولوجية ما عادش عندها معنى في الجزائر الآن، ليس لها معنى. ممكن تأتي في مرحلة في المستقبل، يعني لما يفتح المجال هناك يكون هناك يعني تنافس سياسي أيديولوجي، لكن الآن القضية مش قضية إسلامي أو غير إسلامي. يعني كان هذه قلتها مرة ونعاودها، يعني النزعة إلى الفساد وإلى الاستبداد وإلى الظلم هذه عند كل الناس، مهما كان يعني مهما كانت توجهاتهم أو عقائدهم أو أيديولوجياتهم. الشيء الوحيد اللي يكبح جماح هذا النزعة هو لما يكون جو من الحرية، تكون هناك مؤسسات رقابة، تكون هناك محاسبة فعلية. هذه الآليات والميكانيزمات هي التي تجمع من تكبح من جماح من الفساد والاستبداد، وإلا إذا كانت جو من الفوضى وانعدام المحاسبة وكذا، تجد الإسلامي الفاسد واليساري الفاسد والليبرالي الفاسد، كما تجد أقلية إسلاميين وليبراليين ويساريين عندهم من القوة الداخلية ما يعني يحميهم من السقوط في هذه المطبات يعني الأخلاقية. نأخذ مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم، مشكون معايا؟ ألو، السلام عليكم. أهلا بك خويا. معك مراد من الجزائر العاصمة. أهلا بك خويا مراد. كيراكم لاباس؟ بارك الله فيك. نشكركم بهذه الحصة. الله يسرك. وأنا بداية أنا باسمي وباسم أغلبية الشعب الجزائري نتعاطف معكم باعتقال السيد مراتي، ونطالب السلطات الفرنسية بالإفراج عنه فورا. وأنا هذه خرجة من خارج النظام الديكتاتوري. المخابرات العسكرية في الأنظمة الديمقراطية تبني بلاد، تخترع أجهزة، تدخل اقتصادية تجيب البلاد تطورها، ولكن للأسف الشديد توعد المخابرات مخابرات تلاحق المعارضين وانا هذا النظام احنا فقد السيطرة على الوضع، ماهوش بيتحكم في الوضع في الجزائر، احنا بأقل الخسائر يروح علينا، يقلنا الخسائر، ماهوش يسيطر كاع على الوضع، ما خلى حتى حياة في البلاد المليحة. وانا بالمناسبة انا بعد وفاة عبد الحميد بهرين قدمت عزية الى اهلي
هو ان ما نسالوش الشعب الجزائري موقفين كان ضد الالغاء الديمقراطي في الجزائر هذا وكاع ما نساوها له السيد عبد الحميد ما يرحمه الله حنا كاع نترحموا عليه حنا نحبوه وعنده موقف ثاني وفي بمناسبه شارك في عقد روما بايح قنده بالجزائريين ولكن للاسف الشديد في الوقت كان اصحاب القرار قال لك لا هدف احقاد الدم الجزائري في 1995 قال لك لا هدف كون تلقفتها السلطات في هذاك الوقت كان تلاخر علينا عطاشية كبيرة كانت تنقص علينا هذه الخسائر هذه المساجد البكات مازال ما بداش هذه الخسائر الفاتحة هذه ما عندهمش نية حسنة ما عندهمش نية حسنة هذه الناس حنا نطالبهم أن والله يا الشعب الجزائري راه غيران من هذه الناس من تونس مصر عندهم حرية وعندهم إعلام إلى متى وهنا نطرح لهم السؤال هذا أصحاب القرار إلى أين الجزائر هذه وراه رايحة إلى أين متعفي انتحارات ما يحجبوش انا كنت جيت انا مسؤول ورئيس جمهوريه وواحد من الشعب تاعي ينتحر انا نقدم استقالتي انا مسؤول عليه غدو امام الله انا مسؤول عليه وهادو الناس اللي دخلونا في حرب 20 سنه حرب اهليه ضيعونا وقالوا لنا الاسلاميين هما خطر على الجزائر غير صحيح هما اللي خطر على الجزائر قالت نقضنا الجمهوريه وراي الجمهوريه اللي قتلوها 200 الف قتيل والاف المفقودين وخسائر ماديه وفاتحه كارثيه والاخلاق الخسائر مش ماديه وبشريه فقط الاخلاق اللي عند الجزائريين كانت صله الرحم كانت الاخلاق وكانت الشهامه هذه كاع راح تحطم المجتمع الجزائري المجتمع الجزائري تحطم فرنسا اللي مراكش تحطمنا ولكن هاد الناس حطموا المجتمع الجزائري بارك الله فيك خويا مراد شكرا على السلام عليكم في القيمة اخواني المشاهدين نعود بعد هذا الفاصل فابقوا معنا اهلا بكم مجددا على قناه رشد. دكتور عروة خسرت الجزائر مؤخرا احد ابنائها احد الساسه المحنكين ورجالتها ذي المبادئ الصحيحه الاستاذ عبد الحميد مهري رحمه الله واعلم انكم تعرفونه جيدا ما هي الذكريات التي لكم مع الاستاذ عبد الحميد مهري؟ والله الأستاذ عبد الحميد مهري رحمه الله وأنا غتنم الفرصة وأعزي يعني عائلته ومحبيه وأصدقائه عرفته يعني التقيت به أول مرة في لقاء روما يعني في لقائي روما في 94 نوفمبر 94 ويناير 95 يتكلم عليهم الأخ اللي دخل منذ قليل ثم التقينا عدة العديد من المرات للأسف الشديد كلها المرات كانت في الخارج يعني في لندن وجنيف وأماكن أخرى هو فعلا رجل يعني لما يتعرف به الإنسان يترك أثر يعني من الناس القلائل اللي يترك أثر على الإنسان يعني يترك هو يعني طبيعة الحال نضاله طويل من أربعينيات القرن الماضي في الحركة الوطنية ودوره في دوره السياسي في ثورة التحرير ومواقفه بعد الاستقلال موقفه خاصة الإيجابي والمشرف في معارضة الانقلاب العسكري في 92 مشاركته في كل المبادرات التي كانت تحاول أن
تحل أو تفض النزاع الجزائري بطرق سياسية سلمية، هذا كله أظن المواطنين يعرفوه. ما هي صفات الرجل؟ يعني أنا الشيء اللي ممكن أذكره على الرجل هو يعني عدة صفات تاع رجل، فعلا رجل دولة. يعني أظن أول صفاته هو أنه رجل عنده ارتباط بالشعب، همه كان مرتبط، نعم، هذا وطنيته، هذه لا يشكك فيها أحد، لكن قصدي أنه هنا له ارتباط يعني بالشعب، يعرف يقيس يعني الحرارة تاع الشعب كيف، يعني من القلائل، يعني من النخب السياسية اللي ماهوش منقطع عن الشعب. وبالمناسبة هو يحكي لما يتكلم، وأنا أذكر هنا للإخوة المشاهدين قصة حكاها لنا في 94 في روما، لما كنا في لقاء هذا تاع سانتيجيديو. يقول أنه لما بدأ النضال تاعه السياسي شاب في الشرق الجزائري، فكانوا يروحوا في جماعة كذا، يروحوا يوعيوا الجماهير يعني على قضية الاستعمار، وأنه كيف الاستعمار يعني جاثم على الشعب الجزائري، وكيف يجب التصدي له. فيقول أنه مرة التقوا بجماعة من العمال كانوا ينتظروا في الشاحنة تجي تأخذهم إلى الحقول أو الورشات، لا أذكر بالضبط. فيقول بقينا معهم يعني مدة طويلة في انتظار الشاحنة، نوعي فيهم على مشاكل الشعب والاستعمار والكذا. فيقول لما جت الشاحنة ركبوا الناس بسطاء، يعني هم ركبوا في شاحنة، هي شاحنة بدأت راح تتحرك، وهو واحد من جماعة ذوك دار ليهم، قال لهم يا وحنا رانا فاهمين، انتم اللي يفهموا. يعني النخبة يعني يقولوا لهم انتم اللي. فهذا هو أظن كانت بالنسبة لي هذه أحد المشاهد اللي أدى به إلى الوعي بأنه في كثير من الأحيان الشعب يكون متقدم على النخبة، وهذا ما نعيشه حاليا. للأسف الشديد الشعب الجزائري يعني في كثير من المواقف تجد أنه سابق النخب الجزائرية بأطوار، ولذلك فعلى النخب الجزائرية أن تراجع نفسها يعني، وأن تكون يعني في تناسق وفي تناغم مع الشعب ومع مطالبه يعني. هذه واحدة. الثانية هو سي عبد الحميد مهري رحمه الله، رجل يعني له القدرة على الاستماع للغير، يعني لما تكون في جالس معه في جلسة يسمع، عنده قدرة على، وعنده القدرة أنه يسمع يسمع يسمع، وفي الأخير يجي ويلخص، ويأخذ يعني يلخص كل ما جرى من حديث بطريقة عجيبة، وهذا ناتج على قدرته على الإصغاء قدرة على الإصغاء وعلى التلخيص، ويعني استخراج الزبدة تاع النقاش بطريقة عجيبة. هذه لاحظتها عنده كثير يعني. عنده قدرة أيضا، كانت عنده قدرة على التوفيق بين المواقف. يعني أذكر في لقاءات سانتيجيديو في روما كان له دور كبير في بلورة المشروع البيان تاع العقل الوطني، لأنه يعني كانت مواقف يعني بعض الأحيان متضاربة، يعني يجد هو يعني دائما طريقة أنه يوفق ويوصل إلى أشياء يعني مشتركة، ثوابت مشتركة. كذلك لاحظت هذه لما يعني لبى دعوتنا إلى لقاء نظمناه في 2008 في جنيف عن الوضع في الجزائر، كذلك لاحظت عنده هذه القدرة على التجميع وعلى التوفيق. ففعلا يعني الجزائر خسرت رجلا عظيما وابنا بارا يعني من أبنائها، كان لو أصغى إليه النظام ولأمثاله لما وصلت الجزائر إلى ما وصلت إليه. يعني أنا أثني على ما قاله الأخ الفاضل اللي تقدم اللي تكلم من قبل،
مبادرة العقد الوطني في سانتيجيديو في بداية 95، وقعت في جانفي 95، كانت الحصيلة آنذاك حوالي 30,000 قتيل. لو كان النظام آنذاك الذي دعي إلى هذه المبادرة لم يقصى، لو وافق على هذه المبادرة يتجنبنا عدم يعني عوض أنه يصفها باللاحدث، لكنا حفظنا أرواح 200,000 ضحية وكثير من المصائب التي أصابت الشعب الجزائري. لقد دفع الرجل ثمنا باهظا جراء مواقفه السياسية، حيث أن النظام الجزائري وضعه في خانة مغلقة منذ سنين، لا نراه في التلفزات الوطنية لا على الجرائد الوطنية، وأخيرا بعد وفاته صرح بالخادم بأنه لم يكن هنالك مشاكل بينه وبين الأفلان، وكأن شيئا لم يحدث، هنالك أمر يجب استنتاجه من هذا الموقف دكتور. هذا كلام سفيه، لأنه أولا بالخادم صحيح، بالخادم كان داعم لسانتيجيديو، ولكن لما نداولوا الجماعة لخدمتهم تنكر لكل ما كان يسانده من قبل. ثانيا ليس صحيح بأن لم تكن هناك مشاكل بين سي عبد الحميد مهري رحمه الله وجبهة وحزب جبهة التحرير الوطني بتشكيلته الحالية، بالعكس، عكس منذ أن نفذ صعالكة الحزب ما سموه بانقلاب العلمي، وهو انقلاب جاهلين وليس ولا يمت بالعلم بأي صلة، منذ ذلك الحين همش الرجل على يعني قدره ويعني مركزه همش، و استبدلت السياسات التي اقترحها للحزب وللجنة المركزية للحزب بسياسات رعناء، سياسات لا 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 تخدم لا مصلحة الحزب ولا مصلحة البلد. وهو في تسجيل في منتصف التسعينات في 96 على حد علمي موجود على اليوتيوب، يمكن اي واحد يجده يعني، وهو ارسلوا لي شخصيا يعني، ارسل لي لما وضعوا، يقول فيه بصراحه كل ما قام به ضده هذا الجماعه. نعد الاخوه المشاهدين باننا سوف نضعه على قناتنا ليستفيد المشاهد الكريم. دكتور أروى، منذ 19 يوما القي القبض على الدكتور مراد دينا في مطار بباريس وهو راجع الى جنيف بسويسرا حيث يقيم. كيف ألقي القبض على دكتور مراد هنا وحسبكم لماذا؟ ما هي حيثية هذه القضية؟ والله الأخ دكتور مراد هنا هو يعني يعتبر من إحدى ضحايا هذا النظام هذا الانقلابي، يعني منذ السنوات الأولى للانقلاب هو كانت لفقت له تهم من طرف محاكم خاضعة للنظام الانقلابي، حتى أن هذه المحاكم عسكرية ليست مدنية. نعم، محاكم خاصة يعني، محاكم ليست ما عندهاش علاقة بالقضاء العادل. وبناء على هذه المحاكمات الجائرة قدم طلب يعني القبض عليه وتسليمه إلى النظام الجزائري، وبذل النظام الجزائري وخاصة دبلوماسية النظام الجزائري التي لا تخدم الجزائر وإنما تخدم النظام الانقلابي، قامت بكل ما في وسعها من أجل أنها تقنع الدولة السويسرية ودول أخرى، خاصة الدولة السويسرية، بتسليم الأخ دكتور مراد دهينا وإخوة كذلك، ما إخوة كثير، قوائم طويلة، قوائم نعم. طويلة كانوا وزراء الخارجية ومنهم
بن خادم اللي كنت تتكلم عليه كانوا يجيوا بقوائم إلى بروكسل وإلى جنيف إلى بيرن، وأنا يعني عندي يعني هنا عندي أدلة يعني على ما أقول، كانوا يجيوا ويقدموها ويقولوا لهم سلمونا هذا الناس، وهم ناس شرفاء، فقط ذنبهم الوحيد أنهم عارضوا الانقلاب. هل بيرن، هل سويسرا بعثت بأشخاص إلى الجزائر عندما طلبوا لا عليه؟ لا لا، أبدا. رفضت سويسرا دائما، رفضت حتى قضية الأخ الدكتور مراد هنا، رفضت تسليمه لأنه عارفين أن الملف فارغ وأنها فقط يعني قضية سياسية وليست قضائية. فقط نقطة، يعني نعم هناك الآلاف، قوائم بالآلاف قدمت إلى الأمريكان، قدمت إلى الأمريكان بتهمة الإرهاب وبتهمة العلاقة مع القاعدة، وهذه موجودة، أي واحد يمكن نعم يطلع عليها يعني على مستوى القوائم، ما يسمى بالقوائم السوداء. وبعد بعد ما يسمى داروا مروا هذا ما يسمى بميثاق المصالحة، وهو ميثاق مصالحة مزيفة، رجعوا إلى الأمريكان قالوا لهم خلاص نعطيكم مجموعة من الأسماء تشيلوها من القوائم لأننا خلاص عفونا عنهم. يعني الأمريكان قالوا لهم لا لا، احنا ما ننحيهمش من القوائم تاعنا لأنه هذا تهم خطيرة وهم عندهم علاقة بالقاعدة واحنا لا يمكن أننا ننزحهم. فوقعوا، حتى الدبلوماسية الجزائرية وقعت في ورطة مع الأمريكان. نعم إيه يعني، شوف أين تصل الدناءة بالدبلوماسية العميلة هذه اللي تشتغل لمصالح نعم النظام هنالك في الكثير من الجزائريين سواء كانوا يدافعون عن النظام أو بصراحة يقولون بأن إذا كان هنالك شخص مدان في قضية إرهابية فمن واجب السلطات الفرنسية أن ترجعه إلى البلاد ليحاكم. وهنالك كلام كثير عن الدكتور مراد هنا، يقال بأنه كان وراء خلق جماعات إرهابية في سويسرا في سنة التسعينات، وكان وراء أعمال إرهابية في الجزائر، وقد اشترى طائرة وأرسل الأسلحة إلى الجزائر. من هو الدكتور مراد هنا لكي نشرح إلى الناس هذه القضية؟ أولا شوف، التهمة أو التي على أساسها قدم طلب التسليم إلى فرنسا نعم تهمة واضحة، وعندي حتى يعني يمكن أن أقول لك بالضبط، يعني هما يتهموه أنه ينتمي إلى جماعة إرهابية تعمل وتقوم بأعمال إرهابية في زوريخ في سويسرا. يعني هذا، يعني هذا ال قاضي التحقيق هنا، لا أريد أن أذكر اسمه، يعني اسمه موجود عندي هنا، يعني يقول أن هذا دكتور مراد هنا ينتمي إلى مجموعة إرهابية. يعني هذا شيء يعني سخيف، يعني وتكلم عليه الأخ اللي شارك منذ قليل. يعني الجزائر الآن تقول أن مراد هنا قام بأعمال إرهابية وانتمى إلى جماعة إرهابية تشتغل في زوريخ. يعني السويسريين، الحكومة السويسرية والمخابرات السويسرية والأمن السويسري يعني ما لا يدري بذلك، ولهذا لما قدموا طلب إلى السويسريين رفضوا، نعم بينما الفرنسيين قبلوا بدراسة الطلب، لأنه يعني الآن يقولوا أنهم يدرسوا في الطلب، وهي في الحقيقة قرار سياسي من وزارة الداخلية أكثر منه أنه قرار يعني من طرف مثلا خارجية، حتى يكون الواحد يعني نعم أمين. يعني هذا تصرف تاع جيون، وللتذكير فإن وزير الداخلية جيون هذا هو كان مع فريق باسكوا، والجزائريين في الجزائر والجزائريين في فرنسا والجزائريين في بوركينا فاسو والجزائريين في يعرفون العالم كين كلهم يعرفون من هو باسكوا، الذي كان يتهم الجزائريين المعارضين للانقلاب بأنهم إرهابيين، وأنهم يتاجرون في الأسلحة، بينما ظهر أنه هو الذي يتجه وابنه وأصحابهم اللي كانوا يتاجروا في السلاح، نعم والمحاكمات اللي مر بها باسكوا يعني يعلمها تشهد الجميع. على ذلك. نعم إيه الآن من هو نعم من الأخ؟ هو، لأننا صرفناه عدة مرات، إيه لكن الرجل لا يريد أن يتكلم عن نفسه كثيرا. نعلم أنه دكتور نووي، كيف عرفتموه دكتور عباس عمرو، وما هو مساره العلمي؟
والله شوف، انا احنا درسنا مع بعض في قسم الفيزياء في كلية الفيزياء في جامعة الجزائر في باب الزوار. يعني كان مراد كان سابقني بسنة، هو تخرج في 83 وانا تخرجت في 84، لكن ما تعرفتش عليه شخصيا الا في سويسرا وفي في جنيف تحديدا، لما كنا نشتغل في المركز الأوروبي لفيزياء الجزيئات اللي كانت تسمى سابقا المركز الأوروبي للفيزياء النووية أو السيرن، نعم في منذ 20 سنة تقريبا التقينا. هو كان يشتغل في إطار شراكة مع المدرسة الفيدرالية متعددة التقنيات في زوريخ. كانت هناك نعم شراكة بين زوريخ والسيرن، فكان يشتغل على تجارب يعني تستعمل أحدث الآليات في المجال. يعني نعم كان يستعمل مسرع الجزيئات اللاب، يسمى اللاب، الذي كان هذاك آنذاك كان هو أكبر مسرع في العالم نعم آنذاك. هو الأخ مراد، يعني أولا أخ مراد يأتي من عائلة لها تاريخ يعني معروفة من أعيان مدينة الأغواط. يعني جده وعمومه وأبوه هذو كلهم عائلة معروفة بالعلم وبالتدين وبالوطنية. يعني هذو كلهم يعني شاركوا في الحركة الوطنية وفي الثورة. أبوه كان من يعني مشهود له أنه كان من نعم الأوائل اللي التحقوا بالثورة، وكان شكل أول فريق بتاع مجاهدين في المنطقة، يعني في الأغواط. وبعد ذلك تقلد مناصب عدة، يعني في وكان هو قريب من عقيد شعباني، لذلك في بداية الاستقلال كان تعرض لبعض المضايقات من بن بلة. يعني بعد ذلك يعني ولد إيفان مراد في هذه البيئة في 61، وزاول دراسته بالبليدة بمدينة البليدة، وتخرج من الثانوية بتفوق، يعني ربح البكالوريا بتفوق، ودار جامعة باب الزوار، وخرج يعني في يعني السنة تاعو نعم في دفعة الدفعة تاعو، خرج هو أول واحد يعني نعم في الدفعة. وأرسل يعني أعطاوه منحة في هذاك الوقت لمتابعة دراسته ما بعد التدرج في أمريكا، وحضر شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه في ما يسمى بمعهد MIT في ماساتشوستس في بوسطن، نعم وهو في مجال العلوم والتكنولوجيا هو أحسن جامعة في العالم. فمراد حضر، حتى أن مدير البحث اللي كان معه أخذ حازة في جائزة نوبل إن لم تكن هو دا الجائزة. هو دار الماجستير، بعدين دخل في مجموعة بحث يقودها واحد عنده جائزة نوبل يسموه تينغ. هو دار الماجستير بتاعه في سنة، والدكتوراه أنهاها في أقل من سنتين. يعني هذا الكل يعترف له بأنه كان نعم يعني سنعود إلى المسار العلمي لدكتور مراد. ألو نأخذ مكالمة. السلام عليكم. عليكم. سلام، شكون معايا يا خويا؟ معك عبد الله بن نعم. أهلا بك خويا عبد الله. أهلا بك وسهلا، وتحية للأخ عباس. مرحبا، أهلا بك. أهلا أهلا بك، شكرا، بارك الله فيك سي عباس. الله يبارك فيك. فقط اغتنمت هذه الفرصة لأتحدث عن قضية الاحتجاجات في الجزائر فقط، وأختصر كلامي في هذا الموضوع. تفضل. ولقد بلغت أمانة باش نبلغها على كل حال على لسان المتضررين، في الناس اللي راهم تابعين وكالة سير العقاري بغليزان. وهذه الناس راهم منذ 15 يوم في احتجاج واعتصام وإضراب عن الطعام. منهم اليوم صور بعتها على اليوتيوب، كاين حالاتهم الآن أصبحت متقدمة في الإغماءات، وبالتالي
كلفوني بلغوني هذه الامانه باش نوصلها عن طريق هذه القناه على كل حال، واذا كان قنوات اخرى. المهم وضعيتهم دائما من سيء الى اسوء، ولذلك يرجون من قناتكم وكل من له ان يقدم خدمه لهذا الناس انه ينشر قضيتهم، انه يستوعبها، انه يطرحها للراي العام لعلها تجد صدى. وهؤلاء راه عددهم اكثر من 300 الى 400 موظف مطرود، كاين منهم اللي عنده 30 سنه عمل، كاين اللي 20 سنه، كاين اللي 25 سنه. وبالتالي الان في الجزائر انا كنت عبرت على هذا الموضوع، من لم يمت حرقا يموت بالاضراب، وبالتالي اضرابا عن الطعام. اذا الموت في الجزائر تعددت والنظام هو السبب، ولذلك هذا ما اختصر به كلامي فقط في الموضع هذا. وشكرا لكم، بارك الله فيك. شكرا. شكرا. أعدك أنا سوف نأخذ بعين الاعتبار هذا الملف. دكتور أروى، ما هي معيشة الدكتور مراد دهينة يومية؟ كيف حالته العائلية؟ حاليا حاليا الجزائريين يقولون بأنه عنده فلوس كثيرة وعيش. لا، هذه من زمان، الصحافة التي تشتغل تحت أوامر غرف المخابرات المظلمة يعني كانوا دائما يروجوا لهذه التهم. أنا أود فقط أشير إلى أنه الأخ مراد هنا فعلا لما كان قبل الانقلاب كان في وضعية حسنة. نعم، كان باحث يعني في مؤسسة من أكبر مؤسسات البحث في العالم، كان عايش يعني مرتاح. لكن ابتداء من 93 لما جاء باسكوا بدأ في حملته لمطاردة كل جزائريين لمعارضين للانقلاب، وكان الأخ مراد واحد منهم يعني. ولكنه نجا من حملة الاعتقالات تاع باسكوا ودخل الى جنيف، دخل لجأ الى جنيف. ذكر بان باسكو هو الذي كان وراء اعتقال اخ احمد الزاوي والمحامي اسيم مزراك، وبعث بالكثير من الجزائريين الى بوركينا فاسو، ومنهم من يقيم بعد 20 سنه في بوركينا فاسو لحد الان. فبطبيعه الحال منذ ذلك الحين الدكتور مراد وجد نفسه في وضعيه سيئه، يعني وضعيه ماديه سيئه. هو فقد حتى الوظيفة في المنظمة الأوروبية تاع فيزياء الجزيئيات، لأنه من جراء الاشتباهات. لأن المنظمة هذه السيرن جاية على الحدود السويسرية الفرنسية في جنيف، وهي تحت إشراف الدولتين، الدولة السويسرية والفرنسية. فوجوده في السيرن أصبح يشكل خطر عليه. نعم. فبذلك يعني لأنه رجال الأمن في نعم. في الأراضي التجارب تاعو يديرها في فرنسا، فبذلك فقد الوظيفة لأنه نعم. كان مطارد من باسكوا. فدخل في هو وعائلته في مرحلة يعني صعبة جدا. هو أبدا لا يذكر هذا الأمر هذا، لأنه رجل خلوق يعني ما يتكلم على نفسه على. لكن أنا أعرف، لأني أنا كما أشرت لي أعرفه من 20 سنة يعني منذ أن كنا معا في السن. دخل في مرحلة دامت مدة طويلة، أكثر من 10 سنين، يعني في وضعية جد سيئة ماديا. لأنه بعدين السلطات السويسرية لم تمنحه حق اللجوء، لأن كانوا خايفين السلطات السويسرية خايفة من فرنسا ومن الجزائر، من النظام الجزائري ومن الحكومه الفرنسيه. فقاعد معلق الى الان. لم الاخ مراد ليس له حق يعني ايه اقامه حق يعني اعتراف بانه لاجئ سياسي، عنده يعني وضع هش. لكن مع ذلك، مع هذه الصعوبات، ثم بالاضافه الى هذه الصعوبات الماديه، بدا النظام بحمله يعني شرسة من أجل تشويه صورته. يقولوا أنه عنده أموال وعايش في أرقى. أنا كنت أقرأ بعض الصحف أنذاك يقولوا عايش في أرقى أحياء سويسرا، وهو كان عايش في
حي من الأحياء الشعبية اللي ممكن لي على مستوى المعيش ستاندينج يعني ممكن هي أدنى يعني حي في أدنى مستوى في جنيف يعني في بالإضافة إلى هذه الصعوبات المادية. إذن كانت هناك حملة تشويه تهموه بالإرهاب تهموه بتنظيم جماعات تهموه تهموه قالوا له أنك ما أنك لا تندد بقتل المثقفين وكأنه هو ضد الثقافة ضد العلم يعني هم يريدوا يروجوا في النظام يعني ووسائل إعلامه وأصحابه وأصدقائه في فرنسا يروج إلى فكرة أن هذو اللي عندهم توجه إسلامي هذو جايين من الأدغال ضد العلم جايين من القرون الوسطى الأوروبية يعني يكره العلم والعلماء والمثقفين إلى آخره. لكن هو رد عليهم يعني قال لهم أنا عمري ولا يعني أنا أي واحد جزائري يموت فإحنا نستنكر ذلك. قال فقط أنا لا أريد الانتقائية في تنديد يعني لما يموت مثقف ولا يموت واحد بسيط ولا فلاح ولا شاب ولا شرطي ولا لازم نندد. فمش من ليس من معقول أننا نندد بموت فلان ونتغافل أو ننسى أو نهمل أو نغض الطرف عن مقتل علان. هذا هو الرد تاعه أنا ذاك. المهم أنه طبيعة الحال هذا موقف سياسي هو شوف موقف سياسي تاعه منذ البداية أنه كان ضد الانقلاب العسكري منذ بداية 92 وهذا الموقف السياسي كلف الكثير على المستوى الشخصي ومستوى عائلته وعلى لكن كل هذه الضغوط المادية والإعلامية وكذا لم تؤثر فيها أبدا يعني ما عنده من القوة الشخصية ما جعله دائما ماشي إلى الأمام يعني ومواقفه بعدين يعني نضاله في مجال حقوق الإنسان نضاله في المجال السياسي من أجل فض النزاع الجزائري يعني مواقف دامت منذ يعني في خلال 20 سنة. صحيح دكتور رو أن النظام الجزائري بين الحين والآخر كان يبعث برسائل مشفرة للدكتور مراد هنا للدخول إلى الجزائر. إيه نعم هذه في سنوات الأخير هذه طريقة أخرى من نعم. من طرق تعامل تاع النظام معه يعني من جهة في نفس الوقت يقول له إرهابي بالضبط من جهة يتهم بأنه إرهابي ينتمي إلى جماعة نعم. إرهابية ويرسل الوفود من أجل تسليمه من أجل تسليمه نعم. يطالب بتسليمه ومن جهة أخرى يرسل المراسيل كذلك من وزراء وسفراء يعرضوا عليه امتيازات وأنه تدخل فقط وأنه راح تكون عندك يعني إغراءات كبيرة لكنه هو كذلك كان قاوم هذه الإغراءات كما قاوم الصعوبات المادية والحملة الإعلامية. شكرا دكتور الرواس أعود إليك. لقد طلبنا من أحد الحقوقيين الأجانب الذين يشتغلون يوميا مع الدكتور مراد هنا أن يعطينا دقائق من ليتكلم لنا عن دكتور مراد هنا. أترككم مع هذا الروبورتاج الصغير. Alors Mourad en tant que personne, en tant que directeur exécutif, parce que c'est dans cette capacité que je le connais, c'est quelqu'un de très humble qui on a par exemple la chance de tous les jours qu'il se pose avec nous et qu'il mange un petit pain, un bol de soupe avec nous, quand on a l'habitude des directeurs exécutifs qui vont manger dans les grands restaurants, qui... Mourad, c'est pas comme ça. Mourad, il va se poser avec nous, il va parler, il va discuter de ce qui se passe dans le monde, comment vont la famille, etc. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup aux nuances du caractère des gens, qui viendra toujours dire merci aux stagiaires avant qu'ils partent, qui va toujours s'assurer que les collègues ont à tout moment ce qu'ils ont besoin. Et c'est une personne, on le sent, qui lui-même donne tout ce qu'il peut pour s'assurer que les choses fonctionnent et
il attend aussi des autres que ça soit comme ça, donc il est très exigeant. Mais je pense que c'est rare d'avoir un patron qui croit autant dans ces gens et puis qui est aussi humble et qui donne autant pour que les choses fonctionnent. Personnellement, c'était un choc. On a toujours peur que ce genre de choses se passent quand on travaille dans les droits de l'homme et qu'on, surtout avec le monde arabe, on a peur que l'un de nos collègues en Égypte, au Yémen, soit arrêté par les forces de sécurité. On a peur même qu'il soit exécuté. Mais que ça se passe en France, on ne s'y attendait pas. Et ça nous a choqués personnellement, ça nous a choqués aussi pour sa famille, qui vraiment n'ont pas besoin de ça. Et ça nous a choqués aussi pour l'organisation, au niveau du travail qu'il faisait. Il était indispensable à cette organisation et on espère qu'il reviendra bientôt pour que tout puisse retourner dans l'ordre. Ça m'inspire presque que c'est une idée tellement ridicule que je ne sais pas où commencer. Que Mourad Dina, la personne que moi je connais, puisse être un terroriste, c'est comme dire qu'un chat pourrait être un chien. C'est une personne qui a toujours à l'avant de son esprit tous les éléments de la noblesse, comme je disais, d'être humble et vraiment de croire en l'humanité, que d'être un terroriste, de vouloir tuer les gens, de vouloir être violent, c'est simplement pas lui. Si il devait, lui, dire les choses qu'il a dit publiquement contre la violence, autant à son, pendant son temps en tant que politicien, travailler dans une ONG des droits de l'homme pendant 5-6 ans et vraiment créer une organisation qui travaille de très près avec l'ONU qui a pour but premier de répandre la paix dans le monde, si cette personne-là doit être terroriste, il doit aussi être schizophrène. Et sachant que sa famille de 6 personnes, de 6 jeunes qui sont magnifiques et qui sont ici en Suisse, le pays de la paix, ça m'étonnerait beaucoup qu'un terroriste puisse être dans cette situation, protégé par la Suisse depuis les années 90. Il est clair que si vous lisez ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, et si vous regardez la façon dont il a vécu, c'est absolument clair que ça ne peut pas être un terroriste. Très bien, merci. مكتب الدكتور مراد دينا بقي شاغرا الحقوقيون ينتظرون مديرهم التنفيذي منذ أيام مديرهم التنفيذي الذي اعتقل بباريس من طرف رجال الأمن بوصاية من النظام الجزائري الحقوقيون الذين أصبحوا أصدقاء للدكتور مراد دينا يشاركون أهله وذويه حزن الانتظار دكتور أروى ما هي الإجراءات التي قامت بها حركة رشاد والمنظمات الحقوقية التي يشتغل فيها دكتور مراد دينا جراء هذا الاعتقال؟ لو سمح لي فقط تعقيب على ما تفضل به الأخ سيد مايك روميغ هذا من منظمة كرامة. هو يقول أنه استغربوا يعني كانوا يتوقعوا أن يعتقل أحد في منظمة الكرامة في مصر أو في تونس أو في سوريا أو الجزائر لكن في فرنسا في فرنسا يعتقلوا واحد مدافع عن حقوق الإنسان. الشيء اللي يغفل عليه واللي ما يعرفوش لأنه بعيد عن هو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية علاقات خاصة علاقات تدار لا زالت تدار الآن حتى حاليا في فرنسا من طرف وزارة الداخلية ومن طرف عصبة لا زالت تعتقد وتظن أن الجزائر ما زالت مستعمرة وتدار من الطرف الجزائري من طرف عصبة ما زال لها الحنين إلى الاستعمار الفرنسي. أعطي مثال على هذا التواطؤ وهذا العلاقة المرضية بين فرنسا والجزائر أنه في 94 لما معهد الهوغار نشر
بدأ أول منشوراته يعني بدأها وهو كتاب الأبيض عن القمع في الجزائر في ثلاث مجلدات، بين قوسين معهد لوغار كان الأخ مراد هنا أحد المؤسسين تاعه يعني حتى للشهادة يعني. هذا لما نشرنا هذا الكتاب عن التعذيب والقتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي منع في فرنسا. منعت وزارة الداخلية الفرنسية منعت دخول الكتاب هذا إلى فرنسا بذريعة أنه يهدد الأمن العام. يعني لا أدري ولا أحد يعني لا أحد استطاع أن يفسر لي كيف يمكن لشهادات تعذيب وقتل واعتقال تعسفي قام بجمعها ثلة من الإخوة المناضلين في حقوق الإنسان في الجزائر من أطباء ومحامين إلى غير ذلك، كيف يمكن لهذه الشهادات أن تهدد الأمن العام في فرنسا؟ هذه فقط كتعقيب على ما قاله مايك. أظن أنه لا بد للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن تعود إلى طبيعة سليمة يعني سليمة صحية، علاقات احترام متبادل بين الدول، وأن نتخلص من هذه الزمر يعني على حافتي المتوسط التي تريد أن تستمر العلاقة بين البلدين، تستمر على صيغة علاقة مستعمر ومستعمر. نعم، لاحظنا أن في الشبكة العنكبوتية وفي المواقع الاجتماعية هنالك حملة طوعية من طرف المواطنين الجزائريين سواء في الجزائر أو خارج الجزائر ينددون بهذا الاعتقال التعسفي ويساندون مراد هنا. في الحقيقة شوف هناك يعني عدة أشياء منذ اعتقاله، يعني الآن احنا أكثر من أسبوعين عن الاعتقال. بدأت حملة على الإنترنت على عدة مواقع يعني فيسبوك وغيره. احنا كنا يعني أنا شخصيا كنت سعيد أني رأيت يعني أن هناك كان تجاوب كبير مع هذه القضية، يعني مواطنين من كل الدول من الجزائر ومن الدول العربية ومن أوروبا وغيرها يعني أظهروا مساندتهم للأخ مراد هنا، وذلك بصور يعني رافدين لافتات مكتوب عليها الحرية لمراد هنا، يعني بصور مكشوفة بأسماء يعني معلنة. فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنه المواطنين في الجزائر وخارج الجزائر يعني بدأوا يتخلصوا من الخوف، يعني بدأوا لأن أصبحوا يدليوا بآرائهم وبمواقفهم وبمسانداتهم بطريقة علنية. ففيه العشرات بل مئات من الصور مثل هذه اللي هي متواجدة الآن على الإنترنت. كذلك منذ يومين أطلقت عريضة دولية تطالب بالإفراج عن الأخ مراد هنا، ففي خلال 48 ساعة الآن وصلت التوقيعات إلى حوالي 500 يعني 500 توقيع من شخصيات يعني كبيرة لها وزن، حقوقيين وصحفيين وسياسيين ومن كل يعني شتى المجالات ومواطنين عاديين. والحملة مستمرة، هناك موقع خاص يعني أنشئ لهذا الغرض لتعريف بالقضية تاع الأخ مراد هنا، يسموه freemurad.org، فري يعني بالإنجليزي الحرية، freemurad.org. هذا لو يدخل إليه يعني أي واحد مشاهد يجد التعريف، تعريف سيرة ذاتية تاع الأخ مراد، مساهماته العلمية، مساهماته السياسية، المقالات التي كتبت عنه، هذا العريضة إلى غير ذلك. شكرا دكتور، أشكرك جزيلا الشكر لتواجدك معنا هذه الساعة، بارك الله فيك. شكرا جزيلا على هذا الاستضافة. رحم الله الأستاذ عبد الحميد مهري، أطلق الله سراح الدكتور مراد هنا. شكرا للإخوة عبد الحميد من سطيف، شاني من الجزائر، الصديق من سويسرا، زكريا من ألمانيا، سفيان من المدنية، مراد من العاصمة، وعبد الله بن نعوم من غليزان. أشكركم إخواني المشاهدين على حسن الإصغاء والمشاهدة، وأضرب لكم
موعدا في حصة مقبلة. بارك الله فيكم وفي أمان الله. Thank you.